ادفع بالتي هي احسن، اي ادفع السيئه بالحسنه، ادفع السيئه بالحسنه. فادفع الجهل بالعلم، والظلم بالعدل، والغلظه بالمسامحه، والشده بالعفو، والمخاصمه بالوصل، والقطع بالبر. فادفع كل سيئه بالتي احسن. يبقى كل حاجه وحشه ادفعها بماذا؟ بنقضها ومقابلها. ادفع بالتي هي احسن. فاذا فعلت ذلك وكان هذا منهجا لك، ستجد ان الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، قريب لك، محب لك، معظم لك.